تنبيه، عندنا مؤتمر، مؤتمر الخدمة يوم 7 أبريل، خميس جمعة سبت في العبور، له عنوان عاجب البعض الصعب يتقال في بعض الأحيان: بروتوكولات العرش. البروتوكول بتاع العرش، فده عنوان المؤتمر. هنحكي عن البروتوكول بتاع التواجد في العرش. ايه رايكم؟ كويس كويس كويس. اوكي، طالما اختي عملت لي كده يبقى خلاص. رب صالح، زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات في الاغلب، قلت لكم انه من اول ما ابتدينا نقول انه في شفاءات تحصل قبل الكلمه كمان، في موجه شفاء خروج عن اللي حصل في مؤتمر الصلاة يعني، لكن أنا الورق اللي جالي ده بيحمل شفاءات برضو، فأشجعك أنه في حاجة شفاءات في الاجتماع هنا يعني. ففي حاجة بتحصل في الملكوت. موسى ما حطش إيديه على 600,000 واحد لما الرب قال لما خرجوا من أرض مصر لم يكن عاثر في وسطهم، يعني لم يكن حد متعثر في أي حاجة، ولا في نفسيا ولا جسديا، لم يكن عاثر. عاثر يعني ضعيف، عاثر يعني مكسور، عاثر يعني منحني، عاثر يعني بيزك، حد بيزك على رجليه، لم يكن عاثر. أنا أؤمن جدا في أجواء الملكوت بالمعجزة الجماعية بسبب الملك اللي بيظلل على ملكوته. ولو الملك موجود في محضره تفوح نتائج حضوره، ونتائج حضوره بتشمل حاجات كتير، بتشمل قداسة، ده مهم، تشمل سلام، بر، فرح، تشمل كل ثمار الروح، لكن أيضا كمان بتشمل أنه بيحب شعبه. الشفاء مش حاجة غريبة على شعبه، الشفاء يسوع نفسه قال عليه خبز مين؟ خبز البنين، يعني ده أكل البنين، خبز البنين. لو البنين مشبعوش، وبلغة الرب يسوع في متى 15 في قصة المرأة الفينيقية لما قال لها خبز البنين، لو البنين ما شبعوش يعني مين يشبع؟ لو البنين ما أكلوش من خبز البنين اللي هو الشفاء وحرية، ده خبز البنين، ده مكان الحضور مربوط بالحضور. عارفين خبز الوجوه كان موجود في خيمة الاجتماع على المائدة بتاعت خبز الوجوه، وكان في خبزة باسم كل واحد. سمعتوني بقول الكلام ده قبل كده، خبزة باسم كل واحد، والخبزة هي يسوع. يسوع قال أنا هو الخبز النازل من السماء. إذن هناك خبزة يسوع لكل واحد، بس الخبزة دي موجودة باسم، كانوا 12 خبزة لأن كان في 12 سبط، فكل واحد، كل ابن من أبناء يعقوب له خبزة، بس الخبزة دي للأكل. يعني الخبزة دي مش تفرج عليها، الخبزة خبز الوجوه. كلكم عارفين يعني كلمة وجه، تسمعوني بقولها كتير قوي، كلمة وجه في العهد القديم يعني حضور، فهو خبز الحضور، يعني الحضور الإلهي اللي بيوريك يسوع. لو الخبز هي يسوع فهو يسوع الحاضر، خبز الوجوه، يسوع الحاضر، يسوع القائم، يسوع اللي بيخش الأبواب مقفولة، يسوع اللي بيلغي اليأس، يسوع اللي بيقولك حتى لو الباب مقفول أنا بخش، يسوع القائم، خبز يسوع الحضور، يسوع الحاضر. بس يسوع مش حاضر عشان أجواء بس، يسوع حاضر عشان يتاكل، وخبز البنين اللي بيأكله البنين هو شفاء وحرية، هو حاجة عملية بتحصل في حياتك. يسوع مش من بعيد بيقولك بحبك، يسوع حبه بيلمس، عشان كده المجد فيه يتراءف ويرحم. ليه؟ لأن المجد عملي، المجد مش حاجة طايرة في الهواء. لما نستعمل التعبيرات الكتابية اللي يمكن نستعملها برضو النهاردة عن السحاب مثلا، أنه سحاب الرب ومجد الرب كتير بيحصلوا بالتوازن أو بالتساوي أو بالتعادل في كتاب مقدس، يعني يقولك فملأ الهيكل سحاب، ملأ الهيكل سحاب الرب لأن مجد الرب ملأ البيت، فالسحاب والمجد يربطوا تربطوا ببعض. بس قصة المجد، المجد مش حاجة طايرة في الهواء بس، المجد عملي جدا. عشان كده قال أنا أتراءف، أنا أرحم، يعني إيه؟ أنا بمد إيدي وبعبر بمراحم وبلمس. فيسوع الحاضر خبز الوجوه، ده خبز بنين،
وخبز البنين عملي جدا للشفاء والحرية. حد هنا من البنين وبنات الرب؟ لك خبز. يسوع حاضر ليك. ولما بتخش حضور الرب هناك مائدة اسمها خبز، مائدة الحضور، مائدة خبز الحضور اللي فيها خبزة باسمك يسوع باسمك. ولك أنا كنت مستنيك تقرب، مستنيك تخش، مستنيك تعدي الحتة الأولانية بتاعت مذبح الخطية دي، لأن أول جزء في الهيكل أو في خيمة الاجتماع هو مذبح الخطية. أنا مستنيك تعدي مذبح الخطية عشان تخش بقى، خش بقى. ناس كثيرة تقولك لا لا هي القصة كلها الخطية. حبيبي الخيمة الاجتماع والهيكل هناك مراحل ومراحل ومراحل فيما بعد مذبح الخطية. لو في خطية ما تفوتش مذبح الخطية، اغتسل تطهر بس كمل وخش، لأن في خبزة باسمك وهذه الخبزة لتؤكل لأنه صار جسدا، حل فينا، حل بيننا. فهو مش عايز يبقى طاير في الهواء، هو عايز يجد مستقر لرجليه في قلبك وفي حياتك في الهيكل بتاعك، عايز يستقر على حياتك، يستقر جواك، لأن عايز بيتمجد من خلالك. حابب أوريك يمكن النهاردة هذه الآية في آيات جميلة في الحتة دي. فالمجد مش حاجة طايرة في الهواء، المجد حاجة عملية الرب عايز يطلقها ويلمسك بيها. عشان كده الخبز ده للأكل، والأكل ده بيحمل ليك قوة، بيحمل ليك شفاء، بيحمل ليك حرية. المجد زي ما قلت لك مش بس تقل حضور، كلمة مجد في العهد القديم يعني تقل، كلمة مجد في العهد الجديد يعني لمعان، كلمة مجد يعني بهاء حضور الرب. لما ملأ مجد الرب بيت الرب، البيت اتملأ من بهاء الحضور ومن تقل الحضور. الكهنة ما قدروش يقفوا لأن الحضور كان تقيل. هو ده المجد. بس المجد مش بس كده، المجد كلكم عارفين هو جود. جود يعني ايه؟ جود يعني نتائج لهذا الحضور. أجيز كل جودي قدامك، ده نتائج الحضور. داود يقولك أمنت أني أرى جود الرب في أرض الأحياء. جود الرب، أخبار جود الرب معاك إيه؟ لما تقف بعد دقايق معايا وترفع إيدك كده تقول يا رب أنا أريد أن أرى جودك، دي طلبة حقيقية في المجد جدا، لأنه الجود جزء من المجد. المجد بيلمس، المجد عملي، المجد بيلمس حياتك بجود الرب، فبيلمس بقداسة، بيلمس بنعمة، بيلمس براحة، بيلمس بسلام، بس بيلمس بحرية، بيلمس بحجارة تترفع، بيلمس ان الإعاقة تدوب، بيلمس رب عملي جدا. ما جاش للمرأة السامرية او للشعب الجعان بقالهم ايام معاها، لهم الشعب جائع، ما لهمش خلاص انتوا اتوعظتوا والوعظة كافية جدا لكم، باي باي. رب عملي جدا، رب عملي جدا، فأشبع الجموع، فعمل معجزة وأشبعهم بمعجزة، مش أشبعهم لأنه جايب معاه تريلا من الأكل، أشبعهم بمعجزة. فالمبدأ بتاع الملكوت مكمل، كان بيصنع آيات وعجائب، كان بيعظ بسلطان وحكمة، وكان بيشبع بطريقة عملية بس بمعجزة برضو. إذن كل حاجة في الملكوت حيثما وجد الملك هناك إمكانية للمعجزة بسبب حضور الملك، مدام الملك في مجلسه بتفوح نتائج حضوره. يسوع هو هو إيه؟ هو النهاردة لم يتغير. يسوع معدي الأزمنة والتدابير، يسوع معدي ده، هو هو أمس، هو هو اليوم، هو هو إلى الأبد. هو معدي ده كله، لأنه من قبل تأسيس العالم هو أذلي أبدي، هو هو لم يتغير بنفس. وقال من رآني قد رأى الآب. مقدار النعمة، مقدار المحبة، مقدار الجود العملي اللي يلمس حياتك، اللي يلمس كل حاجة في حياتك، هو ده المعروض لكل واحد واحدة فينا.
فقال كده: أجيز كل جودتي قدامك، أنادي باسم ده السلطان، أنادي باسم الرب أمامك، أترأف وأرحم على من أرحم وأترأف. إذن المجد عملي. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأنه عايزك تدرك أن الشفاء مش حاجة غريبة، الشفاء خبز البنين. تقولي بس ما حصلش لسه في حياتي، برغم ان انا مؤمن، برغم ان بحضر اجتماع بقالي سنتين. حلو قوي، ما تشغلش بالك، الشفاء ممكن يحصل الان، وممكن يحصل في رحلتك وراء الرب. انت عينيك على الشفاء ولا عينيك على يسوع؟ لو عينيك على يسوع، الشفاء هيحصل وانت ماشي، ما تشغلش بالك. بنخلط ما بين بنصدقين بالشفاء، مصدقين في الشفاء هو فين، مصدقين في هو فين، مصدقين في هو فين. طالما هو فين ومش موجود، يبقى نحدف على اللاهوت التاني اللي هو ربنا بطل يشفي. نو حد فاهم حاجه؟ القصه انك الشفاء الان وغد 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 وغد، كل يوم الملكوت موجود دلوقتي، وملكوت عمال بيجي، والملكوت عمال بيزداد، والملكوت عمال بيزداد وانت ماشي وراء الملك. فعينيك مثبته على الملك وانت ماشي، امور بتحصل تحت رجليك، منها الشفاء. مكتوب كده: شفيتهم وهم لم يعرفوا، كنت لهم كمن يرفع النيرة عن اعناقهم. يعني ايه؟ ببساطه وانت ماشي، وفي بعضها ما تاخدش بالك، وده اللي بيحصل مع كثيرين اللي ما خدوش بالهم. انا كنت بعاني من صداع نفسي بقاله فتره طويله، ما جاش كثيرين يبعتوا لي ورق. كنت بعاني من اكتئاب لسنين طويله، وبعد كده فجاه الدنيا بقت كويسه، وانا مش يعني وانا ماشي الدنيا بقت كويسه. في حاجه بتحصل في حضور ربنا، في حاجه بتحصل في اسمها مجد الرب، اسمها جود الرب، اسمها صلاح الرب، اسمها مجد الرب. افتحوا معايا سفر اللاويين، لاويين 10. بصوا، المجد مش كلمة، المجد هو الحتة الوحيدة الطبيعية لأولاد الرب في الأزمنة الأخيرة. المجد هو الحتة الوحيدة الطبيعية لأولاد الرب في الأزمنة الأخيرة. المجد مش كلمة طايرة في الهواء، المجد هو المكان الطبيعي. المجد مش لما الاجتماع يبقى حلو، المجد هو مكان سكناك الطبيعي. ليه؟ لأن المجد هو الحضور الإلهي التقيل، وربنا عايز يملى بحضور إلهي تقيل قطك، عايز يملى بحضور الإلهي تقيل قلبك، الهيكل بتاعك ده جسدك يعني، يتملي بحضور إلهي تقيل. فالمجد مش اجتماعات لما تبقى كويسة، أو مؤتمرات لما تبقى كويسة. المجد هو السكنة ولاد الرب، اسمهم أبناء المجد. المجد كلمة زمان كانت بتتحط في بوكس معين، وتتحط في حالة معينة من المشاعر والأحاسيس والترنيمات والأعداد. فأقول لك العدد كان كبير النهاردة، فكان مجد ملوش دعوة خالص. ممكن تبقى لوحدك في الأوضة وهو ده المجد. بالعكس، ربنا بيظهر مجده كتير، ورى مجده للتلاتة. طب ضيع وقته يعني تلاتة؟ طب ما كان يظهره، كان يلمع كما لم يلمع قصار للجموع. يعني يوري مجده للتلاتة بس، مش ده برضو ضياع للمجد؟ لا. رب ما عندوش مشكلة أن يظهر بمجده في قطك أو في حياتك أنت، في داخلك أنت، لأن هو يريد أنك تدرك أن المجد هو الطبيعي. بل بالعكس، مرة كمان بقولها كتير بس بتتنسي منكم، أن المجد هو المكان الوحيد اللي هو السلاح الحضور الإلهي في الأزمنة الأخيرة. هو المكان الوحيد هتعرف فيه تتنفس في الزمن ده، في الزمن ده والزمن اللي جاي. المجد مش مكان بتحاول توصل له، المجد حقيقة إيمانية بتقف فيها كل لحظة. بستعمل الآية دي كتير وحستعملها دلوقتي: الجميع زاغ وفسدوا. أوكي، أعوزهم إيه؟ مجد الرب. إذن اللي زايغ والفسدان محتاج إيه؟ محتاج المجد. ده المجد ده للقديسين. أقول لك ما بيني وبينك، يعني أنت اسمك في كتاب مقدس من القديسين حتى لو أنت ضعيف، لكن المجد للقديسين، لكن والمجد للذين زاغوا وفسدوا، لأن اللي حينقذهم من الزيغان والفسدان حاجة واحدة اسمها مجد الرب.
فمجد الرب مش كلمة طايرة هناك في الهواء مش عارفين نعمل لها ديفينيشن، مش عارفين نعمل لها تعريف، مش عارفين نعمل لها تعريف. لا 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 لا، مجد الرب هو حضور الرب الثقيل اللي بيؤدي إلى حاجات عملية في حياتك. أوكي، مرة كمان، مجد الرب هو حضور الرب الثقيل اللامع اللي بيؤدي إلى حاجات عملية في حياتك. تقول لي ما هو لو مجد الرب موجود الارض كلها هتتغير. اقول لك لا لا، مجد الرب لما جاء في الهيكل بتاع سليمان الارض ما اتغيرتش، هيكل سليمان بس، وكان اللي بيخش في هيكل سليمان كان بيتغير. اذا مجد الرب النهارده بيملك انت، وده بيملك انت، ده مجد الرب اللي محتاج تصدقه وتطلبه تنشن عليه. احنا بننشن على الارض فبنحصد تراب، لو نشنت في السماويات هتحصد امجاد. انت بتنشن على ايه؟ انت اخر رؤيتك جايبة ايه؟ جايبة تحت رجليك؟ هتعيش تتكعبل في التراب اللي تحت رجليك. لو رؤيتك جايبة السماويات بتحلق، النسر بيحلق لانه بيرفع جناحاته، مش بيحلق لانه عنده جناحات. ما خدتوش بالكم؟ النسر مش بيحلق عشان عنده جناحات، النسر بيحلق عشان بيرفع جناحاته. والريح بتقوم عاملاه، عمرك ما تشوف نسر عمال ايه، عمرك ما تشوف نسر بيعمل كده، عمرك في الصوره النسر عمال بيعمل ليه؟ هو بيقف في مكانه ويقوم فارد جناحه لغايه لما تاتي ريح ويقوم سايب نفسه. النسور عارفه يوحنا 3 الريح تهب لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب لك تسمع صوتها. هكذا كل نسر، هكذا كل من ولد من الروح. لو أنت نسر ولامم جناحاتك هتبقى فرخة، لأن اللي بيخلي النسر نسر يحلق مش إن عنده جناحات، لكن إنه بيرفع جناحاته. فلو أنت منشن على مجد الرب يملى الهيكل بتاعك، أول خطوة مجد الرب يملى أوضتك، تاني خطوة مجد الرب يملى بيتك، تالت خطوة مجد الرب يملى اجتماعاتك وخدمتك، وهكذا وهكذا إلى الأمم. وبالتالي لو ما بتشوفش حاجة حواليك مش معنى كده إن مفيش مجد. شوف حاجة جواك يا أخي، أطلب المجد جواك، أطلب المجد في الهيكل. أنت في حد ذاتك، حضرتك في حد ذاتك هيكل للرب، روح الله ساكن فيك، فأطلب المجد ليك فيك، حضور الرب الثقيل اللي بيصنع أمور عملية في داخلك. نمرة واحد، حضور الرب الثقيل الذي يصنع أمور عملية في داخلك. وشوفوا بقى بيزداد 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 في دوائر اتساع محيطة بيك في كل ما تمتد ليدك. وبالتالي مرة تاني، مجد الرب حاجة مش بتحاول توصل لها الصبحية لما تصحى من النوم. مجد الرب إدراك وإيمان لسكنة الذين زاغوا وفسدوا أعوزه مجد الرب. لأن لو مجد الرب جاء على الذين زاغوا مش هيزوغوا، لو مجد الرب جاء على الذين فسدوا مش هيفسدوا. هو مجد الرب ممكن يجي على الذين فسدوا؟ نعم، هو اللي بيقول في رومية، لأن الذين فسدوا بيحاولوا يصلحوا من نفسهم، أو بنوصل لهم كرازة إن الذين فسدوا دول محتاجين مش عارف إيه ومحتاجين إيه ومحتاجين إيه ومحتاجين إيه. ونمرة 15,000 هو المجد، الذين فسدوا بيرجعوا يفسدوا. لكن الذين فسدوا لو قدمنا لهم المجد هو ده اللي أعوزهم، هو ده اللي محتاجينه عشان ما يفسدوش تاني. انتوا كويسين؟ مش كويسين؟ طيب ترى مش كويسين لوين 10 لوين 10 برضو. اخذ ابن هارون ابن الولدين بتوع هارون نداب وابيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا وضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نار غريبة لم يأمرهما بها الرب. لأن النار لازم تنزل من فوق،
سلام. النار لازم تنزل من فوق، عشان النار تنزل من فوق لازم ترفع عينك لفوق. النار لازم تنزل من فوق، لازم قلبك وإدراكك وذهنك وانتظارك وعينيك واعتمادك واتكالك يبقى مستمر على فوق. فاكرين عملنا اجتماع من أسبوعين اسمه أمور نازلة من فوق. لو قدمت ذبيحة وما استنتش نار تنزل من فوق، بتقدم نار غريبة، نار نفسية، نار جسدية، نار تقليد لنار تانية. في الأغلب نداب أبيه قلدوا النار اللي نازلة من فوق، قلدوا شكلها، قلدوا، عملوا أي حاجة عشان يقلدوها، استخدموا نار غريبة. أخذ ابن هارون نداب أبيه كل من هما مجمرته وجعلها وجعل فيهما نارا في المجمرتين، يعني نارا، وضع عليها بخورا وقرب أمام الرب. نارا غريبة. فببساطة ده طلع تعريف كده، أي نار مش نازلة من فوق هي نار غريبة. لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب. دي نار مش غريبة بقى. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فمات أمام الرب. قال موسى لهارون هذا ما تكلم به الرب قائلا، في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. نقف هنا كفاية. ببساطة مرة تاني الرب بيعلن انه امام بيتمجد فين؟ جميع الشعب. اذا الرب يتمجد امام جميع الشعب. لما في ترنيمة يقول لك مجد عليك يرى، يتمجد امام جميع الشعب. المجد ميراث جميع الشعب. هو اللي بيقول مرة كان، هو اللي بيقول المجد ميراث جميع الشعب. حضرتك اللي قاعدة في الصف الأخير لو مديتي إيدك كده، المجد ميراث. خبز البنين مجد الرب. أتمجد أمام جميع الشعب. في القريبين مني أتقدس. ليه؟ لأن هذا المجد بيعمل فرق مع اللا مجد. هذا المجد بيحكم على اللا مجد. نار الرب بتحكم على النار الغريبة. في زيج، فاكرين زيج 2016؟ مش قلنا كده بعين؟ في استقامة، في زيج، رأيت الرب واقف على حائط وبيده زيج، واقف على حائط قائم. تقرأ كده في عاموس إصحاح 5، مش هفتحها دلوقتي. في عاموس إصحاح 5 رأيت الرب واقف على حائط قائم، حائط مظبوط 90 درجة، زاوية قائمة، وبيده زيج. بيقولك أنا بنزل هذا الزيج على الأرض. كل ما الأيام بتعدي كل ما الزيج ده بيبقى واضح على كنيسة الرب في الأزمنة. لأن الرب ينزل الزيج، وأول ما بينزله بينزله في الكنيسة. لأن لو رأى في قلوبنا استقامة، إحنا عايزين مجدك، استقامة إحنا عايزين نار من فوق، استقامة إحنا عايزين أمور نزلة من فوق. بس بيعرف لما رب يلاقي الشعب عامل كده، بيعرف يحكم ويقضي ويصنع أحكامه على آلهة الأمم. الرب ما بيقدرش، حواريك كتاب مقدس، ما بيقدرش يصنع أحكامه على آلهة الأمم لو أنت مش بتطلب استقامة الرب على حياتك. استقامة الرب مش أنك أنت ما بتمرش بلخبطة مثلا.
لكن استقامة الرب ان في كل امور في حياتك انت واقف طالب مجد الرب، طالب بر الرب، طالب قداسة الرب، طالب نار نازلة من فوق، ففي القريبين بيتقدس فبيتمجد امام الكل. في زيج نازل عشان يعمل خط فاصل ما بين المجد واللا مجد. في زيج نازل عشان يعمل خط فاصل ما بين الاستقامة والإعوجاج. والإعوجاج بالنسبة للرب إنك بتقدم نار غريبة أو بتقدم أو ما بتقدمش، لأنك مش 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 لأنك لأنك عايز أمور مش بس شخصية. الرب مهتم بأمورك الشخصية، لكن عايز أمور الأنا، عايز أمور الكبرية، عايز أمور المظهرة، مش عايز مجده. الرب يقوم منزل زيج عشان يفصل ما بين المجد واللا مجد. خليني أقرأ لك آية صغيرة، سفر أرمية كنتش هقراها، بس أرمية اتنين، أرمية اتنين عدد 11. هل بدلت أم آلهة وهي ليست آلهة؟ هل بدلت أم آلهة وهي ليست آلهة؟ يعني في أم عندها آلهة بدلتها بحاجة مش آلهة. أما شعبي فقد بدل إيه؟ مجده، ده هو الرب، رب مجدي ورافع رأسي. أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. هل بدلت أم آلهة بما هو ليس آلهة؟ أما شعبي فبدل إلهه بما لا ينفع. حفروا لهم أبار، كلكم عارفين الآيات اللي وراها، مشققة لا تضبط ماء. ليه؟ دوروا على مش دوروا على الشفاء، مش دوروا على البركة، مش دوروا على الأبواب المفتوحة، لا دوروا على كبريائهم. الشفاء ما تعملش خلط، انك تطلب شفاء ده جزء من مجد الرب. ثبت عينك على يسوع، ما تثبتش عليك على الشفاء، ثبت عينك على يسوع، ده خبز البنين. لكن عايز كبرياء، عايز اسمك يعلى. عارفين شبنا وإلياقيم؟ اسمعوا عن شبنا وإلياقيم؟ ده في أشعياء. شبنا وإلياقيم، شبنا ده كان الحامل مفاتيح الملك ومفاتيح مخازن الملك، بس شبنا قال أعمل لنفسي اسم. فربنا ديله قال تعالى حبيبي، أنت عايز تعمل نفسك اسم، عايز تعمل نفسك هيلمون، هات المفاتيح، أنا بشيلك من مكانك خالص، بحط واحد تاني اسمه إلياقيم. إلياقيم يعني الرب يقيم، وأثبت عليه كل مجدي. أول ما شبنا اللي على حياته نعمة يبتدي يعمل نفسه اسم بيقع، والرب يقوم مقيم من الحجارة حتى من الضعف، يجيب واحد ما يعرفوش اسمه إلياقيم ويثبت عليه كل مجد الرب. فببساطة هنا في أرمية يقول لك شعبي بدل مجده بما لا ينفع. ليه؟ لأن كل أمور نازلة من فوق هي مجد الرب، كل عين مثبتة على فوق هي مجد الرب، والرب يأتي على حائط قائم زاوية قائمة ومنزل الزيج في استقامة. يعني عينك متزبطة على السماء، عينك عايزة النار اللي جاية من فوق، مش نار غريبة من تقليد من مش عارف ايه، من ما هي مشيت مع فلان فبتعملها زيها لانها النار. يمكن على فلان هي نار حقيقيه، بس انت لو خدتها من فلان وحبيت تقلدها انت بتعمل نار غريبه. انت محتاج نار نازله من فوق بتاعتك انت. فالقريبين مني اتقدس، اما امام جميع الشعب اتمجد. فالنار لازم تنزل من فوق، والذبيحة لازم تتقدم بنار، فما فيش ذبيحة تتقدم إلا ما عين مرفوعة من أجل نار نزل عليها، أنك بتعرفش تقدمها بنار جاية من تحت. إيه اللي معايا لسفر التكوين؟ تكوين 19.
رب مع الأيام ما بتعدي بيعمل فاصل ما بين المجد واللا مجد، بيعمل فاصل ما بين الاستقامة وعدم الاستقامة، بيعمل فاصل ما بين الكبرية والتواضع، بيعمل فاصل ما بين النار الغريبة والنار النازلة من فوق. تقولي طب أنا أعمل إيه؟ أنا فاهم. طب أنا أعمل إيه؟ ولا حاجة، اجعل قلبك وعينيك في استقامة مع السماء، وأطلب نار نازلة من فوق، وأطلب مجد الرب، وما ترخصش مجد الرب، ما تعملش اسم لنفسك، أطلب مجد الرب، وما تحفرش ليك أبار في الأرض مشققة لا تضبط، ما تبدلش مجدك بما لا ينفع. تكوين 19 عدد 16، لما توانى لوط أمسك الرجلان بيده، الملكين، وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. لما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، وأخرجاه وضعاه خارج المدينة. كان لما أخرجاهم إلى الخارج أنه قال اهرب لحياتك، لا تنزل إلى وراءك، لا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك، اهرب للمجد. قال له لوط، ذكي أوي، قال له لوط إيه؟ لا، وهذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي. أنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، لعل الشر يدركني فأموت. ده كوكتيل كعبلة، يعني هو أنقذه من الشر، فقال له مش هروح الجبل لعل الشر. هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها، وأهرب وهي صغيرة، أهرب إلى هناك. يعني مش عايز يروح الجبل الأبعد لحسن الشر يوصل له، فحيروح المدينة القريبة. تعرفوا حد بيعمل كده؟ إحنا. طب مش يعني مش هعمل اللي أنت قلته بالظبط، هعمل ما يعني أنت قلت لي حاجة، بس ما هعمل شبه. هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها، هي صغيرة، أهرب إلى هناك. أليست هي صغيرة؟ يعني عديها يعني. فتحيا نفسي. قال له الملكين، إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا، أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عليها، يعني كالمقاصد الرب أنها تفنى. ودي احد الحاجات اللي تثبت انه هذه المدينه لم تفنى، برغم انه ما كانش في عشرة. هتفهم معايا؟ فاكر ابراهيم وقف من اجل عشرة، ما كانش في عشرة، اتحرقت سدوم وعمورة. هذه المدينه اللي اسمها صغر لم تفنى، برغم انه ما كانش في عشرة، لكن مجرد انه لوط طلب رحمه. اوكي، ده معنى صغير جانبي، انه لو في حتى ثلاثة أربعة بيطلبوا مراحم على مدينة الرب عايز يعمل إليها قضاء، لن يهلكها الرب. حتة صغيرة كده، عشان كده اسمها صغر، عشان صغيرة. عدد 22، اسرع اهرب إلى هناك. الملاك ما زال بيتكلم، اسرع اهرب إلى هناك. أنا عايز الحتة اللي جاية دي، لا أستطيع أن أفعل شيء حتى تجيء إلى هناك، لذلك دعي اسم المدينة صغر. قال الملاك اللي بيتكلم، بس خليني أقول الرب، هو الملاك بس خليني أقول الرب، الرب مش هيعرف يقضي إلا لو لوط خرج. الرب مش هيعرف يقضي على الفساد أو الكذب اللي بيضايقك إلا لو أنت استقمت. الرب مش عارف يقضي على الأشخاص اللي إبليس محركهم في مقاومة ليك إلا لو أنت استقمت. لما أنت بتكون في استقامة مع صوت الرب، الرب يعرف يقضي على
كل كذب، كل شر، كل عناد، كل مرض، كل أمر، لأن الرب بيرى في قلبك استقامة فبيعرف يقضي. عاموس 5 هو اللي قال لنا كده، ده اللي أنا قلته، إن أخيرا على السنة رب ينزل فيها الزيج، أول ما يلاقي الزيج باستقامة في الكنيسة بيعرف يقضي. طب ليه ما كانش بيقضي قبل كده؟ ليه ما كانش بيقضي على سدوم وعمورة قبل كده؟ لأن لوط كان فيها، لوط كان بيعذب نفسه البارة بالأفعال الآثمة اللي بتحصل في سدوم وعمورة. طب ليه يا رب ما كنتش بتقضي على سدوم وعمورة؟ عيناك أطهران، حبقوق قال له كده، عيناك أطهران من أن تبصر الشر. عيني أطهر من أن تبصر الشر، بس أنا مش عارف أقضي على سدوم وعمورة. ليه؟ أصل لوط فيها. لو لوط باستقامة مع كلامي هعرف أقضي عليه. عايز الرب يصنع أحكامه على آلهة الشر المحيطة بيك؟ ثبت عينك باستقامة على دين الرب وعلى صوت الرب وعلى كلام الرب، وانفصل عن كل حاجة فيها شبه شر. أقف باستقامة قدام الرب وخلي فقط نار نازلة من فوق هي اللي بتنسكب على حياتك، وسترى أحكام الرب بتحصل على آلهة الأمم. الزيج بيد الرب عشان يصنع أمور باستقامة، استقامة في الكلام، استقامة في الأفكار، استقامة في القلب، استقامة في الوقت، استقامة في الهوية بتاعت استقامة. هنحكي على البروتوكولات في المؤتمر، بس اللي بيتحركوا في العرش هم شرفاء. أخذنا من المزبلة وأجلسنا مع مين؟ مع شرفاء. فببساطة مش بياخدنا من المزبلة ويقعدنا زبالين. أنا مع احترامي لكل زبالين، هتفهم حاجة؟ ما بياخدناش نفاية وبيقعدنا نفاية، بياخدنا نفاية وبيقعدنا شرفاء. ليه؟ لأن بروتوكول العرش، جزء من بروتوكول العرش شرفاء. ما عندوش مشكلة أن ياخدنا نفاية، بس بياخد النفاية دي ويطلع منها شرفاء عشان يبقوا في العرش. حد كويس هنا؟ اوكي. وبالتالي قضاء الرب على كل شر مضايقك، قضاء الرب على كل اعاقه او عناد ابليس حطه قدامك ومضايقك، هو استقامه قلبك انت، هو الزيج في حياتك انت، هو زيج كلامك، افكارك، عينيك، اتكالاتك، انك مش بتبني، مش بتحفر ابار مشققه لا تضبط ماء، مش بتبدل مجدك باخر، مش بتعمل حاجه تانية علشان حاجه تانية علشان حاجه تانية، علشان ما تقعدش ثانيتين تستنى فيهم مجد الرب بنار نازله من فوق بدل ما تقدم نار غريبه. قال كده: لا أستطيع أن أفعل شيء، مش هعرف أعمل حاجة لغاية لما تخرج من دائرة سدوم وعمورة. كأني عايز أفتح لكم عاموس 5 عشان أذكركم. قال كده: أنا لما أسكب الزيج، لما أمد الزيج بأعرف أقضي. كتير بنحكي عن مجد أنه زي السحابة. كهارة آية في أخبار الأيام الثاني، آية بحبها، أخبار الأيام الثاني 5: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد، فالرب حكم عن النار الغريبة. إذن المجد بيحكم عن النار الغريبة. دي القصة اللي احنا لسه قافلينها، لما ابناء هارون الاثنين نادبوا أبيه وقدموا نار غريبة، قال أنا بتمجد وبتقدس. ازاي بتتمجد وتقدس؟ بحكم عن النار الغريبة. عشان لما بحكم عن النار الغريبة بتمجد. فالمجد او الزيج بيحكم على المجد ولا مجد، الحضور بيحكم على المجد ولا مجد. اخبار ايام الثاني 5:
عدد 13 لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالأبواق والسنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن الأبد رحمته أن البيت بيت الرب امتلأ سحاب. لم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حب جدا الآية دي. وما بقدرش غير اني اعلق ان الكهنه اللي كانوا بيشيلوا تابوت العهد الذهب يعني تقيل ده خشب مطلي ذهب وعليه غطاء ذهب صافي. تفتكروا غطاء ذهب صافي ده وزنه قد ايه؟ هؤلاء الكهنه اللي بيشيلوا هذا التابوت اللي بهذا الثقل لم يستطيعوا ان يقفوا بسبب السحاب. وما بعرفش غير نعلق ان السحاب بتاع المجد كان اتقل من ذهب تابوت العهد. وتاخد الايه دي وتحطها في العهد الجديد يقول لك ونحن بيته. حط الايه دي على الايه اللي في وشك مش هفتح حالك الايه الثانيه اللي في العهد الجديد. وملأ مجد الرب بيت الرب ونحن بيته. ازنقها في الآخر أن السحاب ملأ بيت الرب فلم يستطع الكهنة أن يقفوا لأن مجد الرب ملأ بيت الله ونحن بيته. فالمجد المجد بيحكم لأن المجد تقيل بيحكم بيحكم على أعمال الجسد. الكهنة ما دولش يقفوا لأن المجد تقيل كل حاجة بتنحني قدامه كل حاجة تبنت على مدار السنين من إبليس في حياتك كل خصام كل فشل كل شخصية كل حاجة لما المجد بيأتي كل حاجة بتنحني قدامه. عشان كده الذين زغوا وفسدوا أعوزهم إيه؟ المجد. لأن لما المجد بيأتي كل حاجة في فسادهم كل حاجة في زيغانهم بتنحني قدام المجد. ونحن بيته. السحاب والمجد كتير في كتاب مقدس ماشيين بالتوازي مع بعض كأنهم واحد. بس السحاب والمجد بيتحركوا طول الوقت بيحكموا على حاجات بيصنعوا حاجات بيتحركوا في حاجات حاجة متحركة حاجة شغالة بتصنع أحكام. المجد هو القوة اللي شعب الرب بيتحرك فيها وبيها لأن المجد ساكن فيه لأن احنا بيته جوه كل واحد واحدة فينا ومجد ساكن في الإكليسية بتاعته لأن الإكليسية هي بيت الرب ومجد ساكن ومطلق من خلال الإكليسية بتاعته. فاكرين المجد يعني ايه؟ تقل حضور لامع يصنع أمور عملية في حياتك نشن صح نشن صح نشن لفوق نشن اللي هو بيقول ايه مش لخبرات قديمة نشن اللي هو بيقول ايه. خليني اقرا لك آية من عهد الجديد كلكم عارفينها في انجيل لوقا 9. انا راجع من ورا لقدام لوقا 9. انتوا كويسين؟ طيب الحمد لله. لوقا 9 بطرس قرر انه يقدم نار غريبه. بس مش على مستوى العهد القديم اللي فيه نار بتيجي تاكلك. على مستوى العهد الجديد ربنا بيكسفك. حد ربنا كسفه قبل كده؟ ما حدش يرفع ايده انا كفايه رفعت ايدي. في العهد القديم نداب وأبيه نار أكلتهم. في العهد الجديد ربنا بيكسفك. نشكر ربنا من أجل العهد الجديد مش كده؟ بطرس أم إيه؟ عدد 33. أما بطرس والذين معه كانوا قد تثقلوا بالنوم ده التجلي
لما استيقظوا رأوا مجده. رأوا إيه؟ رب يحب يوري مجده في الجماعة الصغيرة، رب يحب مجده في الأوضة، رب يحب يوري مجده في أربعة متجمعين في بيت. ده وقته. طب ما يتمجد كده يعني، يطلع كده على منارة في هو بيصنع زيج على حائط قائم، عشان أول ما بيلاقي مقر ومستقر باستقامة يجد أن يستقر عليه، بيرفع، بيعرف يتمجد في دار الأكبر. أول ما يجد استقامة جوه قلبك بيعرف يتمجد في دار الأكبر. أول ما يجد استقامة في إكليسية بيعرف يتمجد على أمة، لأنه بيمد الزيج بيدور على استقامة، والاستقامة بتحكم من المجد واللا مجد، من نار غريبة ونار نازلة من فوق. لما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه، فيما هو يفارق فيما هما يفارقانه، يعني موسى وإيليا كانوا ابتدوا يتحركوا مروحين، فيما هما يفارقانه قال بطرس: الحق ليسوع، يا معلم جيد أن نكون ها هنا فلنصنع ثلاث مظال. مش عايزين موسى وإيليا يروحوا، لك واحدة، لموسى واحدة ولإيليا واحدة. وواضح ان لوقا كان جواه حاجات خاصة تجاه بطرس. انا بهزر طبعا، لوقا بيتكلم بالروح القدس، فبيقول لك وبطرس ما كانش عارف هو بيقول ايه، وهو لا يعلم ما يقول، كان بيقول نار غريبة، كان بيقول طلبة مش بحسب المشيئة، كان بيقول طلبة هو مش فاهم، كان بيقدم نار غريبة، كان بيطلب طلبة ثلاث مظال وهو مش فاهم، فدي نار غريبة. فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. هو ده طريقة ان رب يكسفك في العهد الجديد، تخش في المجد وتلاقي تتكسف جوه المجد. فخافوا عندما دخلوا في السحابة وصار الصوت من السحابة. لما تقرأ القصة دي في إنجيل متى 17 يقول لك دخلوا في مجد السحابة، فتكلم المجد من السحابة، ده المعنى يعني. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. لما كان الصوت وجد يسوع وحده. إذن المجد بيحكم، والمجد بيسمعك الصوت، والمجد بيوريك يسوع. إذن لو أنت عايز قيادة، عايز سماع للصوت، عايز ترى يسوع، عايز ما تطلعش أي صلوات، عايز تصلي تنشن صح، أنت محتاج هذا السحابة وهذا المجد. بتطلب من السحابة تملاك، لأنك وبيته نحن، ورب يملى بيته بالسحاب بمجد الرب. كهنة ما يعرفوش يقفوا، لأنه بيحكم على كل حاجة اتبنت لمدار سنين طويلة، من جسد، من إبليس، من يوم جايب المجد، لأنه تقيل، كل حاجة تانية بتنحني بتقع، كأنك حطيت حاجة تقيلة على ترابيزة خفيفة. فكل بناء إبليس لسنين يأتي حاجة تقيلة عليه ويقوم واقع تحتيها. كم واحد هنا محتاج مجد ربنا؟ أشكرك وأنا كمان. ليه؟ لأن في حاجات محتاجة تبقى تقيلة فينا توقع، كل حاجات اتبنت على مدار سنين طويلة ولا يبقى شيء كده، لا يبقى شيء مرتفع إلا مجد الرب. شعبي بدل مجده بما لا ينفع. روح معايا، أنا زي ما تشوفوا كده ببص على السحاب، لأن السحاب والمجد كثير بيبقوا ماشيين مع بعض. سفر خروج 24 آيات مشهورة، آيات مشهورة لما موسى دخل في السحابة. خروج 24 عدد 15: صعد موسى إلى الجبل فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء، غطاه السحاب ست أيام. تقول ليه في علاقة ما بين المجد والسحاب؟ أقول لك لأنه السحاب هو كثافة من الهواء، أو كثافة من الذرات المية في الهواء، والمجد هو كثافة من تقل حضور الرب. فرب أخذ حاجة طبيعية لها منظر طبيعي فيزيائي يعني في العالم، وقام
عشان يفهمك يعني ايه مجد، يعني كثافة من تقل مجد حضوره. وقام قال لك ان السحاب بتاعي ده اتقل من ذهب تابوت العهد، فما تبصش عليه وتستهين بيه. سحابة، لا يا حبيبي، السحابة دي وقع تحتيها كهنة كانوا بيشيلوا ذهب. السحابة دي بتحكم على المجد ولا مجد. حل مجد الرب على جبل سيناء عدد 16، وغطاه السحاب 6 أيام، في اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. يعني قعد 6 أيام مجد الرب على جبل سيناء والسحاب فوق الجبل، وموسى واقف قدام هذا المشهد. في اليوم السابع في صوت خرج من وسط السحاب بيقول لموسى تعالى. عدد 18، دخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهار و40 ليلة. كلكم عارفين بنقولها ببساطة، بس هو في حد يقدر ما يشربش مية لمدة 40 نهار و40 ليلة؟ حالة واحدة بس ينفع ويفضل في الجسد، إنه يبقى في السحاب. لما تقرأ، خليني أقول لك حاجة، أنا ليه جبت الشاهد عشان أقول لك إنه ببساطة بولس الرسول قال إن موسى دخل في الحتة دي فكان بالحري خدمة الروح في مجد أعظم. يعني إن المجد ده يملأ بيت الرب اللي هو أنت، ده عطشك، وده حقك كابن وكابنة للرب، وده عينيك اللي بتنشن صح، وده استقامة قلبك اللي عايز النار جاية من فوق، وده رغبتك وشوقك للزيج انه ينزل عشان انت عايز الرب يحكم ليك على ارواح الشر. انت محتاج للمجد جدا والزيج جدا. خروج 40، خروج 40 عدد 34، أنا بخلص، حاضر. غطت السحابة خيمة الاجتماع، غطت السحابة، فاكرين سحابة؟ خيمة الاجتماع، وملأ بهاء الرب المسكن. دايما السحابة والمجد مربوطين ببعض دايما. ليه؟ عشان يقولك بص أنا بكثف حضوري جوه بيتي، زي ما البخار المية بتكثف ويعمل سحابة، أنا بكثف حضوري جوه بيتي. وهو عتستهين بالسحابة دي، تقيلة قوي. فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها، وملأ بهاء، وبهاء الرب ملأ المسكن. عند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلتهم. إن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلا يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلتهم. إذن السحابة اللي هي التقل المجد هي اللي كانت بتقودهم. فالسحابة هو الصوت، السحابة هو إعلان يسوع، السحابة هو اللي بتعمل الزيج جواك ما بين المجد ولا مجد، السحابة هي اللي بتحكم، السحابة هي اللي بتقود. كل ده هو المجد اللي هو بذكرك. تقول لي طب تقرا من العهد القديم، بقول لك بذكرك في شاهد بيجيب كل الايات دي ومحطهم في بقره في كورنثوس، يقول لك كده ان كان كل اللي حصل ده في مجد كان بالحري تكون خدمه العهد الجديد في مجد اعظم. اخر ايه متهيألي اشعيا 19، أشعيا 19، أشعيا 19 صح إيه؟ وحي من جهة مصر. وإذا الرب راكب على سحابة سريعة قادم إلى مصر، دايما في نتائج. إيه نتائج؟ أوسان مصر، أوثان مصر ترجف. ليه؟ لأن المجد دايما بيحكم.
المجد دايما بيحكم، المجد دايما بيعمل زيج، المجد دايما بيعمل فرق ما بين المجد ولا مجد، المجد دايما بيحكم على الجسد وأعمال الجسد، المجد دايما بيأتي معاه الزيج باستقامة. فرب اللي جاي بسحابة، وهنا مش مكتوب دي سحابة مجد ولا سحابة صلوات ولا أي، أو سحابة شهود أو سحابة ملائكة، أيا كان كل المعاني دي موجودة، كل المعاني دي صح، سحابة ملائكية، سحابة صلوات، سحابة مجد، سحابة حضور، كل ده ماشي. بس رب جاي بسحابة على أرض مصر، ففي حاجة بتحصل ترجف أوثان مصر. تقول لي بس بعد كده قضاءات صعبة ومش عارف ايه، ولك عشان كده انت محتاج المجد. تقول لي طب انا محتاج المجد في ايه في الحتة دي؟ اقول لك هو انت انت مش فاهم يعني ايه المجد هو سلاحك. دي اخر حاجة اقراها، او مش هقراها، اقول دي اخر حاجة اقولها. مش فاهم يعني ايه مجد؟ المجد يعني الايات والعجائب بسبب الحضور الالهي، هو ده الطبيعي. يعني ايه المجد بالنسبة لموسى؟ هو المن والسلوى والمية اللي خارجة من الصخرة. المجد بالنسبة لك في العهد الجديد تقول ده شايف القضاءات، ده عامل الأجرة مكتئب النفس. أقولك آه عامل الأجرة مكتئب النفس، بس هتلاقي اللي جواهم مجد، كوز الزيت لا ينقص في حياتهم. ولما الرب بيلاقي ناس كوز الزيت لا ينقص، سوري، لما بيلاقي ناس في استقامة مع المجد بيخلي الكوز بتاعهم لا ينقص، فيعرف يحكم على المحتاج يحكم عليهم. احنا بنوقف قدام الرب من اجل بلدنا ومدركين ان الرب لما بيتحرك مش بيحكم على ناس، بيحكم على ارواح الشر، عشان هو عايز يفتدي النفوس كلها. بس مفتاح الازمنه الاخيره هو ادراك ان المجد هو سلاحك في الاقتصاد، المجد هو سلاحك في المرض، المجد هو سلاحك في الشغل، المجد هو المعجزه اللي بتخرج في فلوسك اللي في جيبك، في اكلك اللي على ترابيزتك، في شغلك اللي بتروحه، وفي خدمتك اللي بتروحها، وفي جسدك اللي بيمرض. المجد هو العلاج، مش ده اللي بيخوفنا من الزمن اللي جاي. أصلا خاف من الزمن الجاي في أمراض، خاف من الزمن الجاي الاقتصاد هيحصل فيه إيه؟ حبيبي المجد هو اللي بيعبرك الاقتصاد، ويعبرك صحتك، ويعبرك فلوسك، ويعبرك الأكل اللي على ترابيزتك، ويعبرك كل حاجة. لأن المجد هو المعجزة المستمرة في حياتك. كوز الزيت لا يفرغ، كلة الدقيق لا تنقص، هو ده مستوى الحضور اللي من خلاله بتنتصر في الزمن اللي جاي. جميع المرضى شفاهم، هو ده المستوى الحضور اللي ما اعرفش عنكم، بس كم الامراض اللي خارجه وبتزداد حتى في وسط المؤمنين، الدكاتره يقول لك سلمنا بيزداد، عشان يقول لك ايه؟ مفيش حته الا المجد. يا اما تكتئب وتقول اه شايف فلان جرى لها ايه، شايف علان جرى لها ايه، سمعت بفلان حصل له ايه، فايه يبقى خلاص. آه لكن أنا بقى أقول لك شايف فلان جرى له إيه؟ شايف فلان جرى له إيه؟ مفيش علاج للكنيسة إلا المجد. حد فاهم حاجة؟ فاتملي، كن من العذارى الحكيمات اللي بيشتروا زيت قبل ما يجي زمن ما تعرفش تشتري فيه زيت. أمين؟ تعال نغمض عينينا ونشتري زيت.